حينما أسندت استضافة مونديال 78 إلى الأرجنتين واعتمد شعار البطولة في عام 74 المستوحى من تحية الرئيس السابق إخوان بيرون للشعب الأرجنتيني. وحينما حدث الانقلاب العسكري عام 76 حاولوا تغيير الشعار إلا أن ذلك لم يعد ممكنا لأن التصميم تم تسويقه وقد يعرض الدولة إلى الكثير من الدعاوى القضائية. قبل أن ندخل في تصفيات البطولة لنلقي نظرة على وضع كرة القدم في العالم وفي مختلف القارات. حامل اللقب المنتخب الألماني خسر نهائي أوروبا 76 أمام تشيكوسلوفاكيا التي لم تشارك في النسخة السابقة، ووصيفه المنتخب الهولندي في المركز الثالث ويوغوسلافيا رابعا. وفي بطولة أمريكا الجنوبية فاجأ البيرو الجميع وحقق البطولة على حساب كولومبيا، والبرازيل والأوروغواي خرجا من نصف النهائي. أما في أفريقيا استطاعت المغرب من تحقيق لقبها الأول في نسخة 76 بعد منافسة قوية مع غينيا. وفي آسيا واصلت إيران سيادتها على القارة بعد أن حققت اللقب الثالث على التوالي على حساب الكويت، والصين ثالثا والعراق رابعا. وفي المقاعد الموزعة على القارات لم يتغير شيء عن النسخة السابقة. لأوروبا 8.5 مقاعد مع حامل اللقب ألمانيا، ولأمريكا الجنوبية 2.5 مقعد مع المستضيف الأرجنتين، ولآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية لكل واحد منهم مقعد واحد فقط. في أوروبا تم توزيع المنتخبات على 9 مجموعات يتأهل 8 أبطال منها، أما التاسع يذهب لمواجهة ثالث أمريكا الجنوبية. كان على رأس المجموعة الأولى ثالث النسخة الماضية المنتخب البولندي بالإضافة إلى البرتغال والدنمارك وقبرص. بدأ البولنديين بداية ممتازة بعد أن تغلبوا على البرتغال في لشبونة، ومن بعد ذلك انطلق الفريق في سلسلة انتصارات على الدنمارك وقبرص ذهابا وإيابا، وكان التعادل كافيا في الجولة الأخيرة على ملعبه ضد البرتغال ليتأهل لمونديال الأرجنتين. Bońku na razie Dejna. Gol! Prosto z rogu Kazimierz Dejna. Coś niesamowitego, proszę Państwa. Rzadko się zdarza w meczach międzypaństwowych. Portugalczycy nie ma spalonego. Uwaga, bardzo groźna sytuacja. Podanie. Uj! Gol, proszę Państwa. Piękna akcja Portugalczyków. في المجموعة الثانية حدث المتوقع بأن انحصرت المنافسة بين إيطاليا وإنجلترا، وكان الإنجليز قد غابوا عن النسخة السابقة ولا يريدون لذلك أن يتكرر، وكان الصدام الأول في روما على ملعب الأولمبيكو بالذهاب. Dribbling di Causio a favore di Benetti, cross di Benetti, Bettega 2-0, velocissima, splendida l'azione di contropiede, Bettega 2-0, 33esimo minuto del secondo tempo, ha raddoppiato Bettega. بعد ذلك الإنجليز بدأوا التحضير للثأر في ملعبهم بعد أن فازوا في جميع مواجهاتهم على فنلندا ولوكسمبورغ، وإيطاليا لم تكتفي بالانتصارات بل قامت بتأمين فارق الأهداف حتى جاءت مواجهة ويمبلي. A little flick through there now for Brooking. That's number 2 for England by Trevor Brooking. Well, Keegan has scored one.
رغم انتصار الإنجليز إلا أن مصيرهم ليس بأيديهم، لأن الإيطاليين يتبقى لهم مباراة أمام لوكسمبورغ في روما، وفارق الأهداف أصبح متساوي، لذلك إيطاليا تحتاج للانتصار فقط. Causio invita al cross ancora gentile. La palla è mantenuta in campo dal vento e Benetti. Prendere distanze Cucureddu, Causio e il terzo gol. Tiro di Causio, ribattito di Italia تذهب للمونديال وإنجلترا تفشل للمرة الثانية على التوالي. في المجموعة الثالثة لم تستطع ألمانيا الشرقية من التأهل رغم أنها لم تخسر أي مواجهة، وذهبت البطاقة لصالح النمسا الغائبة عن البطولة منذ 20 عاما التي حسمت تأهلها من أزمير على ملعب المنتخب التركي بعد الانتصار 1-0. في الرابعة لم يجد وصيف النسخة السابقة المنتخب الهولندي صعوبة في التأهل بعد أن تصدر مجموعته، وهذه المرة لم يحتاج لفارق الأهداف مع بلجيكا بعد أن تفوق عليها ذهابا وإيابا. في المجموعة الخامسة بلغاريا لم تغب عن المونديال منذ مشاركتها الأولى عام 62، وفرنسا التي تعمل بجيلها الجديد الذي يقوده بلاتيني بأن يعيد ذكريات جيل 58 الذي حقق المركز الثالث، خصوصا بعد المشاركة الجيدة في أولمبياد مونتريال 1976. أما الطرف الثالث هو جمهورية إيرلندا الذي لم يسبق لها أن تأهل للمونديال، وبعد بداية جيدة بالتعادل خارج الديار ضد بلغاريا خسر الفريق بعد ذلك أمام إيرلندا بعد أن كسب الأولى، ليجد نفسه في المواجهة الأخيرة على ملعب حديقة الأمراء مطالب بالانتصار ضد بلغاريا التي يكفيها التعادل. Une Marseillaise reprise en cœur par 50 000 spectateurs. Bernard Six tire le corner. Rochoteau sur ce ballon que lui a donné Marius Trésor. Rochoteau marque à 7 minutes de la mi-temps le but qui va sans doute libérer l'équipe de France. Platini. Angelov, Kostov, et c'est le but réussi par le numéro 15 Svetkov alors qu'il reste 4 minutes et demie à jouer. D'Alger. D'Alger à la dernière minute de la partie, alors ça n'aurait pas été mérité et l'arbitre siffle la fin du match alors que Platini lui demande en triomphe à une image qu'on avait vue il y a 12 ans, Philippe Gondet porté par les siens, et bien là c'est Michel Hidalgo, le patron, le jeune patron de l'équipe de France, porté par ses joueurs. C'est l'image symbolique finalement de في المجموعة السادسة استطاع السويد من التواجد للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه بعد منافسة مع الجار النرويج.
للسابعة جاءت الفرصة لأبطال أوروبا تشيكوسلوفاكيا للثائر من اسكتلندا التي أخرجتهم من تصفيات النسخة السابقة، وبدأت بالفوز على اسكتلندا في براغ، لكنها بعد ذلك تلقت خسارتين متتاليتين من ويلز واسكتلندا. في المقابل اسكتلندا تفوقت على ويلز ذهابا ويابا لتتأهل للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها، وتشيكوسلوفاكيا بطل أوروبا يفشل مجددا أمام اسكتلندا، وكان حسم التأهل في مواجهة الأنفيلد في مدينة ليفربول والتي كانت بمثابة أرضا لويلز والتي انتصرت فيها اسكتلندا. في المجموعة الثامنة كانت المنافسة حتى المباراة الأخيرة، أسبانيا تفوز على يوغوسلافيا ثم تخسر وتفوز على رومانيا، ورومانيا كانت قد كسبت يوغوسلافيا على ملعب الأخير، لذلك كانت مواجهة بوخارست فرصة لرومانيا والأمل الأخير للضيوف والتي كانت أجمل مباريات التصفيات. Nevjerovatno kakve su to jednostavne i to je sada 3-2 za rumunsku reprezentaciju. Na veoma čudan način Sušić. Evo naše prilike, Sušić i 3-3. Sušić i 4-3. 4-3, veoma lukavo upućena lopta. Belenji do Vigua, Zamfir i 4-4. Dudu Đorđesku 4-4. Sve su to lob udarci. Prilika za Trifunovića. Udarac 5-4. Trifunović, Filipović, prilika. Šestu. Kako je to raspoloženje sada na klupi. رومانيا التي كانت قريبة من التأهل أصبحت خارج المنافسة، ويوغوسلافيا على ملعبها تواجه أسبانيا وهي في حاجة الفوز بفارق هدفين، وأسبانيا تراها فرصة مناسبة لتعود للمونديال بعد غياب 12 عاما، والثأر أيضا من يوغوسلافيا التي أخرجتها من تصفيات النسخة السابقة. Ha ganado en Yugoslavia por 1-0 y se ha clasificado para Argentina. المجموعة التاسعة والذي بطلها سيذهب لمواجهة الملحق مع ثالث أمريكا الجنوبية والتي ضمت الاتحاد السوفيتي وهنغاريا واليونان. سعى السوفييت إلى العودة للبطولة بعد غيابهم عن النسخة الماضية، لكن فشلوا في تحقيق نقطة خارج أرضهم ليصبح مصيرهم معلق في المباراة الأخيرة بين هنغاريا واليونان. الفائز بالمباراة سيتأهل إلى الملحق، أما في حالة التعادل يتأهل السوفييت بفارق الأهداف. Egész az alapvonal így mehetne Pintér Sándor, a beadás nem rossz. Egy jó lövés. Gól! Ez most már csak ugyan Váradi. Góllövő Milasi. Színvonalán vezeti. Váradi megy el. Jó a beadás! Gól! Fazekas lőke. Góllövő Fazekas. Kis időre áll. شارك في تصفيات أمريكا الجنوبية 9 منتخبات تم توزيعهم على 3 مجموعات. يتأهل متصدر كل مجموعة إلى المرحلة النهائية والتي يصعد منها المتصدر ووصيفه إلى المونديال، والثالث عليه مواجهة هنغاريا في الملحق. في المجموعة الأولى كانت المنافسة بين البرازيل والباراغواي، أما وصيف كوبا أمريكا فقد الفرصة بعد خسارتين وتعادلين، واستطاعت البرازيل بعد ذلك من العودة من أسنسيون بنقاط المباراة ضد أصحاب الأرض الباراغواي، ثم اكتفت بالتعادل على أرضها لتتأهل إلى المرحلة النهائية. Empatando a partida do Paraguai.
بالمجموعة الثانية كانت المفاجأة التي ذهب ضحيتها منتخب الأوروغواي الذي لم يغب عن المونديال منذ نسخة 1962 بعدما أطاح به منتخب بوليفيا خارج المنافسة. بالثالثة كانت المنافسة بين بيرو وتشيلي حتى المباراة الأخيرة التي فازت فيها البيرو في وقت كان يكفي تشيلي التعادل. La juega cortita, libre y desmarcado está ahora el jugador Muñante. Centro directo hacia el área. Cabezazo. ¡Gol! Siempre en el deporte. Ataca Muñante, entra Navarro de fuera del área. Levanta, tira, tira. Se le acaba la pelota. ¡Gol! 35 minutos de juego. En este instante termina el partido. Arriba Perú, tercera corona de Panamericana. المرحلة النهائية لعبت من دور واحد في كولومبيا كأرض محايدة وتحديدا في مدينة كالي. الأول والثاني يصعدان للمونديال والثالث عليه مواجهة هنغاريا. بدأت التصفيات بمواجهة البرازيل والبيرو. بعد الانتصار على البيرو وضعت البرازيل قدما في النهائيات، وفي المواجهة الثانية ومن الشوط الأول أنهى البرازيليين كل شيء بعد تقدمهم 4-0 على بوليفيا، ومثلها في الشوط الثاني في مباراة انتهت 8-0. وفي المواجهة الأخيرة تأهلت البيرو برفقة البرازيل بعد انتصارها الكبير على بوليفيا 5-0 في مباراة كان يكفيها التعادل بسبب فارق الأهداف. في المواجهة الفاصلة أنهت المجر الأمور من الذهاب بعد أن فازت 6-0، وكانت بوليفيا غير قادرة على مجاراتهم حتى في مواجهة الإياب والتي انتهت أيضا بانتصار آخر للمجر. Röcsik próbálja megszerezni a labdát, meg is van egyelőre. Lövés! Gól! Na ez már nagyon kellett, ha jól láttam nagy lakinak. في الكونكاكاف تنافس 16 منتخب تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات جغرافية يتنافسون على مقعد واحد. المجموعة الأولى شمال أمريكا وهم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وكانت المنافسة على شدة حيث تعادلت الفرق بالنقاط، لكل واحد منهم 4 نقاط، وصعد المكسيك بفارق الأهداف ورافقته كندا بعد فوزها بالفاصل على أمريكا. وفي أمريكا الوسطى انسحبت الهندوراس قبل انطلاق المنافسات بفترة قصيرة ليصبح العدد 4 منتخبات فقط. تأهل غواتيمالا بعد أن تصدر الترتيب ورافقه السلفادور. وفي الكاريبي تواجدت 9 منتخبات تم تقسيمهم إلى مجموعتين، وبنظام خروج المغلوب صعد من الأولى سورينام ومن الثانية هايتي.
في المرحلة النهائية والتي تقام بين الفرق الستة بنظام الدوري، استضاف المكسيك مباريات المنافسة وسجلت عودته إلى المونديال بعد الغياب عن النسخة الماضية، وكان الانتصار الأول على آخر ممثل للقارة في كأس العالم هايتي وبنتيجة 4-1، وبعدها كسب الفريق جميع مواجهاته وتصدر بالعلامة الكاملة. وفي أفريقيا استمر نظام التصفيات مثل ما حدث في النسختين الأخيرتين، خروج مغلوب في المرحلة الأولى والثانية والثالثة ونظام الدوري في المرحلة النهائية. في المرحلة التمهيدية تأهلت أوبر فولتا أو ما تعرف حاليا ببوركينا فاسو بعد تجاوزها موريتانيا وسيراليون على حساب النيجر. في المرحلة الأولى تجاوزت الجزائر منتخب ليبيا، وتونس بركلة الترجيح تفوقت على بطل أفريقيا المغرب. يستعد توغو تقصي السنغال وغينيا وصيف أمم أفريقيا بعد 3 مواجهات يخرج غانا، ونيجيريا تكتسح سيراليون في الإياب، وساحل العاج تحقق المتوقع بالتفوق على أوبر فولتا، والكاميرون تخرج بعد أن انسحبت على ملعبها في الدقيقة 82 من أمام كونغو برازافيل لتحتسب النتيجة 2-0 لصالح الضيوف، وزامبيا بسهولة تهزم ملاوي ذهابا وإياب، وبهاتريك من محمود الخطيب في مرمى إثيوبيا ذهابا وثنائية إيابا تأهلت مصر للمرحلة التالية. البابلي ماشي، البابلي ماشي، البابلي ماشي، يقدر يجيب جول، يقدر يجيب حطها في الجول. الحكم بيقول يلعب، انا اعتقد الجيش الخطيب هيلعب، هيلعب حلو ستين وحطها في الربع ساعة دي كويسة، ان احسن لعيب فيهم كساهم اضطرب. وتأهلت منتخبات زائر وكينيا وغندا بعد انسحاب أفريقيا الوسطى والسودان وتنزانيا. وفي المرحلة الثانية غينيا تتجاوز توغو بعد الفوز ذهابا وإياب، وكذلك ساحل العاج على كونغو برازافيل، وزامبيا بصعوبة على غندا، ومصر أيضا عانت أمام كينيا، ونيجيريا صعدت بعد انسحاب زائر. أما تونس بفضل نتيجة الذهاب استطاعت التغلب على الجزائر. في المرحلة الثالثة نيجيريا ومصر يصلون إلى المرحلة النهائية على حساب ساحل العاج وزامبيا بعدما أمنوا ذلك في مباراة الذهاب، وتونس تلحق وصيف أمم أفريقيا المنتخب الغيني بالبطل بعدما استطاعت العودة في الإياب بنتيجة 3-1 بعد الخسارة ذهابا 1-0. بدأت نيجيريا المرحلة النهائية بشكل مثالي بعد العودة من تونس بنقطة ثمينة ثم الانتصار الكبير على مصر في لاغوس برباعية نظيفة. وفي مواجهة القاهرة بعد أسبوعين استعادت مصر أمالها بعد الانتصار 3-1.
وكانت الفرصة الأخيرة لنيجيريا في مواجهتها أمام تونس في لاغوس. بعد هذه النتيجة أصبحت المنافسة بين تونس ومصر في انتظار المواجهة الأولى في القاهرة. بعد فوز مصر على تونس أصبح للأول فرصتين والثاني فرصة واحدة بالمواجهة الأخيرة على ملعب المنزه في تونس، عودة بعد 44 سنة لمصر أو التأهل الأول لتونس. تصفيات آسيا وأوقيانوسيا المشتركة يتنافس فيها 21 منتخب على مقعد واحد، تم تقسيمهم إلى 5 مجموعات يصعد أبطالها إلى المرحلة النهائية والتي سيذهب بطلها إلى المونديال. المجموعة الأولى ضمت منتخبات جنوب شرق آسيا وأقيمت مبارياتها في سنغافورة، وقبل انطلاق المنافسات انسحبت سريلانكا. وكان نظام هذه المجموعة أن يلعب الأول والثاني مباراة فاصلة لتحديد المتأهل، وكانت بين المتصدر هونغ كونغ والمستضيف سنغافورة، واستطاع هونغ كونغ بهدف وحيد من خطف البطاقة من المستضيف سنغافورة. المجموعة الثانية التي انسحبت منها كوريا الشمالية لوجود إسرائيل فيها والتي تواجدت لإبعادها عن الفرق العربية ضمت أيضا كوريا الجنوبية واليابان، تصدرتها كوريا الجنوبية بعد أن حققت انتصارين وتعادلين.
انسحب المنتخب العراقي من المجموعة الثالثة التي شهدت أول مشاركة للمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم، وضمت أيضا بطل آسيا إيران ومنتخب سوريا. لم يجد المنتخب الإيراني أي صعوبة في تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة، أما المنتخب السعودي اكتفى بالانتصار على سوريا في أولى مبارياته. المجموعة الرابعة تصدرها وصيف بطل آسيا المنتخب الكويتي بعد أن حقق العلامة الكاملة. في مجموعة انضمت قطر والبحرين وانسحب منها الإمارات، وأقيمت مبارياتها في العاصمة القطرية الدوحة. المجموعة الأخيرة كانت لمنتخبات أوقيانوسيا وتصدرت أستراليا التي تواجدت في المونديال الأخير، وضمت المجموعة أيضا نيوزيلندا وتايوان. Australia trying to work the ball across. There goes Ollerton with a chance! And it's there, number one, Ollerton. Corner. Over it comes. Have you seen it, Craig? It's a yellow corner. No! And it's there! It is there! لعبت المرحلة النهائية بنظام الدوري ذهابا وإياب، واعتمد جدولها على مسألة التنقل من شرق القارة إلى غربها. لذلك تجد أن الشهور الثلاثة الأولى خاضت إيران ثلاث مباريات خارج أرضها في الشرق. في يونيو هونغ كونغ تستضيف إيران وكوريا الجنوبية وتخسر المواجهتين. وفي يوليو إيران تخطف نقطة ثمينة من أمام كوريا الجنوبية على أرضها، وأستراليا تبدأ مشوارها بثلاثية على الضيف هونغ كونغ. وختمت إيران مشوارها في الشرق في أغسطس بفوز ثمين على أستراليا التي أخرجتها من تصفيات النسخة السابقة، ثم بعد ذلك عوضت أستراليا على حساب كوريا الجنوبية. وأصبح الترتيب قبل دخول الكويت غمار المنافسة على النحو التالي. وفي شهر أكتوبر على الكويت لعب المواجهات الأربع خارج الديار، وستبدأ المهمة من الشرق وتنتهي في طهران بمواجهة المتصدر المنتخب الإيراني. جميل يلعب الاهلي على الى سعد حاطي الى احمد محمد حاطي بالجول.
عز صادقي كرة هجمة الفريق الإيراني بحطة صاحب بحطة في الجول جار ثانية أوفسايد 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 جا جول 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 لمنتخب إيران جول كرة ملعوبة تلعب خاطف طلع من الطرابلسي وبعدين طلع من الطرابلسي. عاد الكويت بنصف النقاط التي جعلته يقفز إلى المركز الرابع، واستراليا أضافت لرصيدها 3 نقاط وتشارك إيران الصدارة مع مباراتين أكثر. أما كوريا الجنوبية تأثرت من التعادل على أرضها أمام استراليا والتي صعبت عليها المهمة. وفي شهر نوفمبر سيكون على إيران والكويت استضافة بقية فرق المجموعة، وقد تكون نتائجها حاسمة لتحديد المتأهل للمونديال. يلا معي بلعبها قدام توصل الفتره واحده جول 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 حلوه من عبد الله محمد لعبد الحمد اخذ الكره عند محمد كره معاه طلع بعرض لعبد محمد الى عبد العزيز الحنبلي طلع بعرض لعب الكره وراح يحط جول 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 ويا خطوره بطه النتيجة كانت من صالح إيران التي إذا انتصرت على كوريا ستصبح على بعد خطوة من التأهل. بعد هذا التعادل كان التالي هو هونغ كونغ، لذلك كان الانتصار هو المتوقع لأصحاب الضيافة. الخصم التالي منتخب استراليا والذي فاز عليه الكويت مجددا، يزداد الضغط على إيران وأصبح مطالب على ملعبه بالفوز لحسم بطاقة التأهل. وبعد مشوار ماراثوني تأهلت إيران لأول مرة في تاريخها وأكدت صدارتها بالفوز على الكويت في الكويت، وحلت كوريا الجنوبية في المركز الثاني بعد الخماسية في مرمى هونغ كونغ. وبذلك اكتملت المنتخبات المشاركة في كأس العالم 1978 في الأرجنتين.